الرياضه والفل والسعاده على كل مشاهدي صدى البلد وبالتحديد مشاهدي مطبخ البلد. النهارده بقى كل ست قاعده قمر كده بتتفرج علينا في بيتها تركز قوي في الفقره دي، عشان الفقره دي فيها اكله بنروح ناكلوها بره بارقام غير طبيعيه. النهارده هنعرف تفاصيلها وتركاتها وطريقه البرزنتيشن بتاعتها، وبالمناسبه كمان هي من الاكلات اللي تشرف قوي قوي كده قدام الضيوف. تعالوا نشوف الشيف ايه محمد هتلعب التشيكن رول ازاي النهارده. يختي صفرا يختي تعشي رب نفسي يا صفرا. شفتي عامله ايه؟ الحمد لله. انتي عامله ايه؟ كله حلو تمام والله الحمد لله. انت عامله ايه؟ الحمد لله. انت النهارده فاجئتيني بالتشيكن رول، لان انا متعوده عليه بيبقى ايه فينجرز كده وبيبقى كريسبي. النهارده انا شفت شكل جديد للتشيكن رول في البيك اب اللي انت مجهزاه. أيوة. مش عايزين نحرق المفاجاه، بس خلينا كده مبدئيا نقول المكونات. إيه عندنا اول حاجه للتشيكن رول ممكن نعمله بالفراخ المفرومه اللي هي صدور فيليه عادي، تمام؟ ممكن نعمله بفراخ سليمه، بس ازاي بقى؟ ان احنا بنجيب الفرخه بنقول مثلا للمحل اعملها لي فرخه منديل. المنديل دي بقى متشال منها كل العظم وعباره عن عباره عن لحمه بس وايه مفروده. بنفردها وبنحشيها بقى ونظبط. نبدا بالمقادير. اوكي. ستيب 1 الاول المقادير قلتي لي ايه؟ فراخ مفرومه. عندنا اول ما نفرم الفراخ برش عليها الملح بس. حلو. وبعدين بفرمها عادي. معانا بقى مكونات للتشيكن نفسها من جوه الحشوه، عباره عن لحمه مفرومه مع الصاج عادي جدا وميكس جبن والتوابل بتاعتنا وزيت بس. حلو. طيب يلا ستيب 1 هنبدا الاول بس نجيب الفويل. بصوا يا جماعه احنا عايزين نبعت تحيه لكل حبايبنا ومشاهدينا في دمياط، الدمايطه الحلوين المفكرين السواحليه العسلات، علشان شيف ايه من دمياط حبيبتي، وحيث بقى الحلويات الدمياطي والبطه ابو مرتا وحاجه يعني في اللايزي. بصوا انا مش عارفه، الورق الزبده ملفوف جامد جدا، فمش هعرف افكه. يلا حالا نفكهولك. تمام عمر. اول حاجه طبعا لازم نستخدم الورق الزبده، ما نستخدمش الفويل كده على طول. حلو. لانه مضر جدا، ما ينفعش نستخدمه على طول نسوي فيه حاجه. بيتفاعل مع الاكل مع درجه الحراره العاليه. أيوة. مثلا ايوه، يعني هو مش مستحب، هو الدكاتره قالوا ما ينفعش ان احنا نستخدمه يعني في الاكل او كده نلف بيه الاكل على طول. اوكي. فبنحط ورق الزبده عشان يعمل لاير كده عازله. نعزله عن الاكل نفسه. حلو. احنا ممكن نقطعه يا ايه ونخلصه. مش قطع؟ خلاص مش مشكلة. بصي يا ايه، هنتعامل. ما تبقيش كيوت. اوكي. اسمعي بس. انا قضيت اوائل عشريناتي كيوت وبعدين اتداس على وشي. والله. متداس والله. والله لسه في هنا في نعل لسه هنا والله.